كان الحكم الإخوان في هنا أنا رئيس منتدى الوسطية، وكنا ندرك أنهم إذا اتبعوا النهج السوداني فسوف يستثيرون الشعب السوداني ضدهم، وجئنا نطالبهم بأن يتجنبوا التجربة السودانية. طالبت من؟ نعم، حضرتك تتحدث عن أنك طالبت من؟ تحدثت مع المرشد وتحدثت مع الرئيس السابق مرسي وكل سيد خيرة الشاطر كلهم، تحدثت معهم ضرورة مباشرة أن التجربة السودانية سترد بكم موارد الهلاك. تجنبوا التجربة السودانية واقتدوا بالتجربة التركية أو التجربة التونسية. وردوا عليك إزاي؟ الرئيس السابق محمد مرسي قال إنه يريد سيدرس الموضوع، ولكن المرشد ونائبه كان رأيهم لا، هم لأنه إحنا أصلا اقترحنا مخرج واحد، إلغاء الإعلان الدستوري، ثانيا قبول حكومة انتقالية عريضة، ثالثا قبول تعديلات بعض الدستور. وتحدثنا مع جبهة الإنقاذ. أنتم قمتم بدور وساطة بين نعم. جبهة الإنقاذ نعم. وبين نظام الإخوان المسلمين بعد الأزمة الشهيرة بعد الإعلان الدستوري في نوفمبر قبل وبعده، بهدف أنه يجب أن يعترفوا بعدم إقصاء الآخرين وعدم الاستقطاب، فتحديلات في بعض المواد الدستورية، إلغاء الإعلان الدستوري، حكومة انتقالية، مقابل أن جبهة الإنقاذ تقبل أن تستمر الحكومة ويستمر الرئيس إلى نهاية مدته. رفضوا هذا. المهم الرفض جاء من مين؟ جاء من قبل جبهة الإنقاذ ولا من قبل جبهة جبهة الإنقاذ كانت مستعدين، كانوا مستعدين ليقبلوا هذا النوع من الحل، لكن الإخوان المسلمين رفضوا. وفي رأيي التجربة الإخوانية في السودان كانت هي في رأيي السبب في فشل التجربة المصرية الإخوانية، لأنه التجربة السودانية أهم جانب أدى إلى فشلها الاستبداد والفساد والتمكين، وهذه الأشياء خلقت في السودان معارضة عريضة جدا لهذه التجربة. لما قامت التجربة في مصر، نحن وتونس أو التوانسة، يعني السيد عبد الفتاح مورو اللي هو نائب رئيس النهضة، جئنا وتحدثنا معهم في ضرورة الاستفادة من التجربة التركية والتجربة التونسية وتجنب التجربة السودانية. للأسف ما تجنبوها، وفي رأينا اتباع التجربة السودانية التمكينية الإقصائية للآخرين، والتي يعني أضرت بالوحدة الوطنية، اتباع هذا النهج هو الذي عبأ الشعب المصري في موضوع تمرد، ثم عبأ الشعب المصري في الحركة الشعبية الكبيرة.